حياتنا مليئة بالتحديات والصعوبات، والتي قد تكون الدرجة التي ترفعك لهدفك. الهندسة هي أم التخصصات ومحور تطور العالم، لذا لا بد من الاهتمام بها لصناعة اسما يليق بك. وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإشراف المباشر على الأعمال والاستلام بكافة الوسائل الممكنة وتحقيق كافة المواصفات المطلوبة. لكي ترى حلم الأمس أصبح حقيقة، عليك بالصبر، التحمل، تحفيز الذات، فصدقاً لذة الانتصار طعمها غير وتستحق ذلك. أنا المهندس سامر كتانة، مالك فريق مختص بأعمال التنفيذ ومدير مشاريع، مؤلف كتاب فنيات في التنفيذ ومستشار بالتنفيذ، محاضر معتمد لدى نقابة المهندسين.